اسم الشباب فاعل جمعوي، استاذ فلسفه سابقا، كذلك اختصاصي في التهيئه والتعمير واعداد التراب الوطني. اولا تنشكر بزاف جمعيه يعني مؤسسه زمور للتنميه المستدامه على تنظيمها هذا اللقاء اليوم اللي تيتناسب مع اليوم الوطني يعني المجتمع المدني. يعني كان فرصة للتبادل أولا الرأي حول مفهوم التنمية المستدامة، اللي كما تنعرفوا أن الأمم المتحدة صادقات على خطة التنمية المستدامة اللي عندها تقريبا 17 هدف اللي خصها تنفذها جميع الدول من ما بين 2015-2030، وبأن الدولة المغربية كذلك يعني صادقات على هذه الاتفاقية ديال الأمم المتحدة، وبالتالي اصبح يعني المساله ديال التفعيل والتنزيل ديال هاد الاهداف ديال خطه التنميه المستدامه يعني مساله اساسيه بالنسبه للتنميه ديال على المستوى الوطني او على المستوى الجهوي، خاصه حنا دخلنا في المرحله ديال الجهويه الموسعه، ثم كذلك على المستوى الاقليمي. فمسألة التنمية المستدامة كما تعرف الجميع أنها هي مسؤولية جميع الأطراف، بما فيها الدولة، بما فيها الجماعة الترابية، بما فيها كذلك المجتمع المدني. وبالتالي فالمجتمع المدني يعني اللي مؤسسة زمور التنمية المستدامة هي يعني تنتمي له، أنه مفروض عليه ومطروح عليه كمهمة أن الانخراط في هذه المسألة ديال يعني ديال خدمة هذه الخطة ديال التنمية المستدامة اللي بدات من 2015 وغادي تسالي يعني في أفق 2030. إلا أن المسألة كما يعني جاء من خلال التدخلات وخلال الحوار اللي عرفته يعني القاعة وشارك فيه جميع الحضور، أنه مسألة المجتمع المدني خاصة وضعية المجتمع المدني لا سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي حتى المستوى الإقليمي، أنها وضعية اللي تتعاني من عدة مشاكل، سواء مشاكل يعني خارجية موضوعية أو مشاكل ذاتية. المشاكل الذاتية هو أن يعني أولا تشتت المجتمع المدني، ثم كذلك غياب رؤى استراتيجية عند بعض مكونات المجتمع المدني، ثم كذلك أن المجتمع المدني كذلك خاصه يعرف أشنا هي المهام اللي مطروحة عليه، خاصة في إطار هاد الخطة ديال التنمية المستدامة اللي من ضمنها أنه كاين أهداف اللي منوطة بالمجتمع المدني. كذلك عوائق اللي هي يعني موضوعية، خاصة يعني بالنسبة سواء المؤسسة الحكومية اللي مازال لحد الآن تنعاني من مشكل ديال تأخر تشكيل الحكومة، خاصة أن الخطة خصها تبدا من 2015 هذا على المستوى الوطني. على المستوى الجهوي أنه كذلك يعني خاص الانخراط ديال المؤسسات الجهوية وحتى المؤسسات الإقليمية بما فيه يعني الجماعات الترابية والمسؤولين على تدبير ديال الجماعات، خاصة وأن الدستور ديال 2011 أنه تيركز على الأهمية ديال المجتمع المدني والدور ديالو سواء كشريك أولا في التنمية، خاصة احنا تنهضروا دابا على التنمية المستدامة، وبالتالي أن من حقه يعني يتم الإشراك ديالو على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الجهوي، على المستوى الوطني، كذلك من حقه أنه يعني يشارك في الديمقراطية التشاركية تسمح له بأنه يشارك بعرائض، يشارك بملتمسات إلى آخره. وبالتالي تيبقى إذن الدور ديال المجتمع المدني كذلك دور أساسي إلى جانب الأطراف الأخرى فيما يسمى يعني هاد التنمية المستدامة سواء كانت محلية أو إقليمية أو جهوية أو وطنية. وبالتالي يجب تضافر جميع الجهود ديال مكونات المجتمع المدني سواء محليا أو إقليميا أو جهويا أو وطنيا، يعني إلى باش أن المجتمع يرقى المستوى المهام المطروحة عليه. وشكراً.